طيب دايما الأذى ودايما تلاقي البنات بتعيط ومنهارة ومكتئبة إن هي بتحب قوي وتقول لك أنا عملت معاه وعملت وضحيت وكنت أصيلة وكنت بتعمل كل حاجة حلوة بالفعل أهو عملت أفعال كتيرة جدا وفي الآخر بتلاقيها بتتساب وما عرفتش تحافظ على الحب ده مع إنه في البداية كان بيحبها جدا يعني ما كل الناس اللي حواليها يقول لك لا ده عمل كل حاجة قدام عينينا إنه بيحبك لكن في الآخر برضو بنخسر الحب ده نعمل إيه عشان ما نخسرش الحالة الحلوة دي وإحساس الحب ده؟ طيب هو انا لازم قبل ما ادي الحب لازم احب نفسي، ففي ناس يعني بتحب بزياده فبتدي بزياده قوي فبتنسى نفسها فبتفضل بقى في الحته بتاعت انا اديت كل حاجه وانا ضحيت وانا عملت كل حاجه. فلازم يبقى في حدود محطوطه لكل حاجه، انا هدي حب بس قبل ما ادي حب انا هحب نفسي عشان اخلي بالي من نفسي عشان اعرف ادي اللي قدامي، ولما ادي زي ما قلنا في الاول ان انا ما ينفعش ان انا احط ميه زياده للزرع نفس الحكايه ما ينفعش ان انا افضل ادي 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 كل حاجه وبعدين بعد كده اللي هو انا بزعل. طب انا بزعل ليه؟ مش انا اللي اديت بمزاجي الحب ده وانا اللي ضحيت بمزاجي وانا اللي عملت كل حاجه بمزاجي فانا زعلت ليه؟ فهي الفكرة كلها إن أنا يبقى فيه إن أنا أتوازن وأحط حدود صحية للعلاقة بيني وبين أيا كان، حتى الأم مثلا لما بتاخد بالها من زيادة من ولادها وتفضل قلقانة عليهم طول الوقت، مش الولاد بيتضايقوا، هي ايوه طبعا عشان بتخنقهم. تقول لي خانقه يعني يقول لك ورايا في كل حته يعني اللي هو خانقه بالظبط، ما هي بقى قيسي على كده كل العلاقات برضو نفس الحكاية، لو حد صاحبتك بتكلمك ليل ونهار انت هتتخنقي منها ومش هتبقي طايقه تكلمي بعد كده، سواء سبحان نفس الله الحكايه برضو الواحد لما في بيحب العلاقات. الواحد لما بيحب ما بيزهقش بتبقي عايزه تقعدي على التليفون 24 ساعه تحبي في اللي بتحبيه يعني دايما احساسك بتبقي متوهجه ومبسوطه وعينيكي بتلمع ونفسك تشوفيه 24 ساعه ومعاه التليفون 24 ساعه ما كل ده احساس بالحب يعني حاله الحب في حد ذاتها ما اقدرش انكر ان هي احلى احساس في الدنيا ان انت تحبي حلوة طبعا وتتحبي. طب طبعا، هو عموما الحدود بس يعني في حياة تانية، يعني احنا بنحب بس انا في حياة تانية غير ان انا افضل اشوفه وافضل اكلمه وافضل اعمله، انا عندي شغلي وعندي بيتي عندي اهتماماتي عندي طموحاتي عندي حاجات عايزة احققها، فمش طبيعي برضو ان انسان يفضل مركز مع انسان واحد في حياته بس.